يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال لئن
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صدق الله العلي.